حاولنا على قد ما نقدر كل حد فينا عارف حاجة، أنا وأي حد من الأصدقاء كنا بنكلم اللي نقدر نكلمه عشان نقول له اللي بيحصل ده ريحته باينة، ريحته باينة. الناس محروقة، الناس بتموت، الناس الناس على فكرة والله ما مصدومين، والله ما مصدومين، ولكن مستوى تنظيم البطولة ومستوى وشكل ملاعب البطولة خلانا نروح لأكتر من إن إحنا يعني يا جماعة عايزين نلعب في كأس عالم، عايزين ننظم كأس عالم بهذا الشكل. البطولة ناجحة وهتكمل ناجحة وهتفضل لنهاية البطولة ناجحة، ولكن الفشل الفني هو فشل واضح جدا جدا جدا. عارفين ليه المحمدي كان كابتن الفريق؟ طبعا عشان اقدم واحد وبتاع، بس المحمدي كان بيتدخل دائما في ما لا يعنيه. المحمدي كان يتدخل في ما لا يعنيه. انا قبل كده كنت بدافع، عارفين كنت بدافع ليه؟ عشان مصر، عشان اسم بلدي. كنا بنبقى عارفين الكلام ده، كنت ببقى لسه داخل ومكلم حد بالساعه اقول له في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا، طبعا بيبقى عارف لان كل حاجه بتوصل وكل حاجه معروفه للناس. لكن ما كانش في تحرك صادق ان احنا عايزين ننقذ الناس دي، ننقذ المنتخب ده. كل اللاعبين مقصرين، كل اللاعبين مقصرين. احنا لازم نستفيد من الدروس يا جماعه، مش كل مره هتحصل نفس اللي حصل بالظبط في كاس العالم. كاني قاعد بتفرج، لان انا كنت موجود في روسيا ساعتها، قاعد بتفرج على اللي بيحصل في الاوتيل هناك، هو اللي بيحصل بالظبط في الاوتيل اللي قاعدين فيه عند المطار. هو نفس والله، هو انا قاعد كده اتفرج ابص كده. تخيلوا حضراتكم ان انا رحت ناحيه الاوتيل اتفرج بس اشوف الدنيا، اوتيل المنتخب يعني، اتفرج اشوف الدنيا ماشيه ازاي، لمجرد بس اشوف عشان اعرف هل الكلام اللي بيتقال لي ده صح ولا غلط، هل الكلام اللي بيتقال لي ده صح ولا غلط. كنا بنحاول نهدي الناس خلال الفتره اللي فاتت ان هم ما ينقضوش اللاعبين، نستنى نصبر شويه يمكن الناس تفوق، يمكن الناس تشوف طارق حامد بيموت نفسه ازاي في الملعب وتموت نفسها، تشوف محمد الشناوي وهو بيطلع كل كرة من هنا ومن هنا ومن هنا. محمد الشناوي ها جايبين 9 نقاط، احنا جايبين 9 نقاط وما دخلش فينا ولا جون، والشناوي الاكثر تصديا للاهداف 16 تصدي. هل تتخيلوا اللي انا بقوله ده؟ الشناوي عمال يشيل من تحت ومن فوق، وطارق عمال يموت نفسه في وسط الملعب، والتسع اللاعبين قاعدين تحس ان هم مش موجودين في الملعب، مش موجودين بالتغييرات بالجهاز الفني بالقاعدين، كل الناس اللي موجودة سيئة للغاية. عمرنا ما شفنا كده ولا هنشوف. واللي أنا بتكلم عنه ده بالمناسبة المدرب الأغلى في أفريقيا، وبالمناسبة هو كان